السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد نبدأها بالعناوين. نبدأ من صحيفة الشرق القطرية، قطر تودع أحد أبرز صناع تاريخها الكروي. في استاد الدوحة، دوادي نلتزم بنشر إرث كأس العالم ليمتد خارج حدودنا. من صحيفة الراية القطرية، نصف مدربي أنديتنا من إسبانيا. نتابع من الوطن القطري، سعد الشمري لجماهير الغرافة، انتظروا وابشروا بالخير. في صحيفة الأخبار اللبنانية، أمر ملكي يهمش القرار اللبناني. من المنتخب المغربية، حملة توقيعات دولية مساندة للوداد تربك الفيفا. نتابع من الشروق الجزائرية، كل مبررات جمال بالماضي لم تقنع أحدا وتثير التشاؤم. عالميا، من صحيفة سن البريطانية، 750 ألف مشجع في شوارع ليفربول لتكريم أبطال كلوب. أس الإسبانية عنونت ريال مدريد يتابع محمد صلاح. وأخيرا من توتو سبورت الإيطالية، ساري ينتظر التوقيع ليوفنتوس. كانت هذه أبرز العناوين، تفاصيل ومزيد مما جاء في الصحف حول العالم يأتيكم بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نبدأ جولتنا مع الصحف الصادرة هنا في الدوحة ونتابع ماذا جاء على غلاف الملحق الرياضي لصحيفة الوطن. رحيل نجم الكرة القطرية وحالة من الحزن تسود الشارع الرياضي، وداعا صوفي. مزيد مما جاء على الغلاف نتابعه من صفحة داخلية للوطن ونقرأ. نجم الغرافة السابق وهداف منتخبنا الوطني يوارث الثرى بعد مسيرة كروية حافلة، الغزال محمود صوفي في ذمة الله، أحد مهندسي خليجي 11 وهداف كأس الخليج 94، الهداف التاريخي في تصفيات المونديال في 20 مباراة دولية، لعب للفهود والعربي والسد وأنهى مشواره بقميص المرخية، 12 عاما بقميص الأدعم، حقق خلالها الكثير من الإنجازات الخالدة وصاحب أسرع هدف في بطولات الخليج بمرمى السعودية. على الصفحة الأخيرة للملحق الرياضي لصحيفة الوطن نقرأ أيضا. سعد الشمري نائب رئيس جهاز الكرة يخاطب جماهير الفهود ويقول انتظروا وابشروا بالخير. من الوطن إلى العرب، التي سلطت الضوء على آخر تحضيرات العنابي لبطولة كوبا أمريكا ويقول العنوان: البريك في الدوحة لإجراء عملية جراحية للكاحل، الأدعم يغادر غدا إلى برازيليا لمواجهة ملوك السامبا. ننتقل للملحق الرياضي لصحيفة الراية وعلى الغلاف نطالع. لجنة الاستئناف ترفض اعتراضهم على أهلية لاعبينا وتثبت عقوباتهم عليهم، صفعة آسيوية للإمارات. إذن أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا أمس رفضها الاستئناف المقدم من الاتحاد الإماراتي ضد أهلية بعض لاعبي العنابي المتوج بكأس آسيا 2019 بجدارة واستحقاق. كما أعلنت لجنة الاستئناف الآسيوية تأكيدها لقرار اللجنة التأديبية والأخلاقية برفض احتجاج الإمارات
الإمارات وإلزام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتحمل جميع التكاليف القانونية والتكاليف الأخرى. يشار إلى أن الاتحاد الإماراتي كان قد احتج على أهلية نجمي العنابي معز علي وبسام الراوي خلال مشاركتهما مع منتخبنا في مباراة الإمارات بدور نصف نهائي بكأس آسيا. الراية نشرت أيضا في عدد اليوم تقريرا حمل العنوان التالي: تغيير كبير في خريطة الأجهزة الفنية الموسم المقبل، نصف مدربي أنديتنا من إسبانيا. نجاح سانشيز في التتويج بلقب كأس آسيا رفع أسهم المدرب الإسباني بقوة، وترقب كبير لرؤية الأسطورة تشافي وهو على رأس الإدارة الفنية للسد. في الصفحة ذاتها أيضا نقرأ العنوان التالي: الوكرة والسيلية يتنافسان على الخاطر. الصحيفة قالت إن إدارة الوكرة طلبت رسميا من نادي الدحيل عودة الحارس سعود الخاطر لصفوف الموج الأزرق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة السيلية جاهدة لتجديد التعاقد مع الحارس المتميز. إلى صحيفة استاد الدوحة ونتابع هذا التقرير بعنوان: تدخل حقبة جديدة مع انتهاء الموسم، الأندية تجدد دماءها وتشافي وشنايدر والعربي أبرز المغادرين. الصحيفة قالت إنه بعد انتهاء الموسم غادرت أبرز الأسماء على صعيد المحترفين الأجانب، ويبقى على رأس القائمة تشافي هرنانديز الذي أعلن اعتزاله وتولى منصب المدرب في السد، وكذلك غادر وسلي شنايدر صفوف الغرافة، وأيضا المهاجم المغربي يوسف العربي الذي رحل عن الدحيل، ومحسن متولي الذي غادر العميد الأهلاوي. وأضافت أن الأندية ستدخل في مرحلة تجديد دمائها مع انتهاء الموسم، حيث ستكون هناك تغييرات كبيرة في بعض الفرق التي تسعى للتعاقد مع محترفين جدد وأسماء تقدم الإضافة النوعية في الموسم القادم. نبقى مع استاد الدوحة وفي الصفحة التالية نتابع: في مستهل مشاركته ببطولة تولون الدولية، العنابي الأولمبي يخسر أمام نظيره الفرنسي بهدفين. مستمرون مع استاد الدوحة التي أبرزت تقريرا حول ما قدمه الغرافة في الموسم المنصرم، ويقول عنوان التقرير: الفهود إلى أين؟ ماذا تقول أرقام الغرافة في الموسم المنتهي مقارنة مع الموسم الماضي؟ الصحيفة قالت إن الفريق احتل المركز الثامن في الموسم المنتهي مقارنة مع المركز الرابع في الموسم الماضي، كما ودع الفهود كأس الأمير هذا الموسم من ربع النهائي، وودع أيضا دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي. في استاد دوحة أيضا نطالع من صفحة أخرى ما يلي: شراكة بين مؤسسة الحلم في الاتحاد الآسيوي وبرنامج الجيل المبهر. من جانبه قال حسن الدوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث: نلتزم بنشر إرث كأس العالم ليمتد خارج حدودنا. أما الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فقال: نتطلع للعمل مع البرنامج لتنفيذ مشاريع تفيد الشباب في القارة. آخر قراءتنا للصحف القطرية مع صحيفة الشرق، وعلى إحدى صفحات ملحقها الرياضي نتابع: سبيتار وبليغرينا يحصدان جائزتي شونتيه ورويامون. إلى الصحافة الكويتية نفتح صحيفة الجريدة ونطالع فيها: عبد العزيز حمادة مدرب المنتخب الكويتي السابق يؤكد: لا فائدة من المشاركة الكويتية في البطولة العربية. عنوان آخر يقول: الكويت والسالمية والعربي جاهزون لمشاركة قوية بالبطولة بعد وقوع الاختيار عليهم لتمثيل الكويت في النسخة الجديدة. نبقى في الكويت لكن هذه المرة مع صحيفة القبس ونقرأ فيها: 10 أندية بأجهزة فنية جديدة الموسم المقبل، المدربون ضحية التغيير. بنفس الصفحة نتابع مقالا للكاتب في الصحيفة أسعد عبد الله عن النادي العربي الكويتي بعنوان: كفى بالعربي مزيدا من المآسي. المزيد مما تناوله الكاتب نتابعه في السطور التالية: كم تألمت فعلا، وربما الكثيرون، من حوار هاتفي مؤسف جرى مؤخرا بين شخصيتين عرباويتين لهما مكانتهما من المعزة والتقدير،
علما بأن ذلك لم يعد مستغربا، فطالما شاهدنا حوارات أخرى بين بعض الشخصيات والكوادر العرباوية وبعض اللاعبين السابقين الكبار على مستوى غير لائق بشخوصهم وبتاريخهم ومكانتهم الرياضية. ومثير للأسف والحسرة إن ما أتطلع إليه أن يضع كل محاور عرباوي في اعتباره الأول أن طرحه السلبي لن يكون مسيئا لشخصه فقط، وإنما للقلعة الخضراء التي كان يضرب بها المثل سابقا بالمستوى الفكري المتميز لشخصياتها وقياديها وكوادرها المختلفة، وكفى بالعرب وعشاقه مزيدا من الآلام والمآسي. نترك الكويت ونذهب إلى عمان ونقرأ من صحيفة عمان. الموسم الكروي 2018-2019 يبوح بأسراره الكاملة. طفار يخطف لقب الدوري، وصور يتوج بالكأس ويهبط للدرجة الأولى برفقة مجيس والشباب. صعود بهلة والسيب وفنجاء لعمان تيل والمصنعة وعبر للدرجة الأولى الموسم القادم. جولتنا العربية تتواصل، نصل الآن إلى المحطة العراقية. البداية مع صحيفة الزمان ونقرأ فيها. كاتانيتش يعلن قائمة الأسود لودية تونس. الجوية تطارد الشرطة وتعاد المسانة وفوز الصناعات على البحر بالدوري العراقي. نبقى في العراق لكن هذه المرة مع صحيفة المدى ونطالع. اتصالات خفية ومرض رئيس الميناء يطيحان بمدرب شاب. عماد عودة، ودعت السفانة مجبرا وحفظت كرامتي من دهاء المتآمرين. أنقذنا النادي من الهبوط ب 250 ألف دولار وحذرت من سوء مصيره في الانستغرام. بنفس الصفحة أيضا نتابع مقالا للكاتب في الصحيفة محمد العبيدي بعنوان ثقافة الاحتراف. أبرز ما تناوله الكاتب في هذا الجانب نتابعه في السطور التالية. بقاء منظومة كرة القدم العراقية في خانة التخلف بعد أن كانت نموذجا يحتذى به مقصود لغايات وأسباب لا حصر لها، لكن يبقى التذكير وتنبيه الرأي العام واجب لا بد منه، خصوصا مع توافر العناصر الأساسية وأهمها الإمكانيات البشرية التي بإمكانها أن تعمل بتعاون وتفاهم وفق الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاحتراف. صحوة الرياضة العراقية مرهون بتفاعل جميع الأطراف برغبة صادقة للعمل واستنفار المختصين في المنظومة الرياضية لأداء دورها في المراقبة والتقييم والاختيار وتهيئة كل الظروف العامة التي تحيط وتدير عملية الاحتراف وتطويره وفق المنظورين العام والخاص. نطير إلى الأردن ونفتح صحيفة الغد ونتابع منها هذا التقرير. 180 مباراة تقام خلال 289 يوما على صعيد بطولات المحترفين 2018-2019. الفيصلي يهيمن على لقبي الدوري والكأس، والوحدات ينال كأس الكؤوس. إذن حقق فريق الفيصلي أفضل الأرقام حين فاز في 21 مباراة من أصل 29 خاضها ببطولتي الدوري والكأس، بينما لم يسجل فريق ذات راس سوى فوز واحد. نترك الأردن ونذهب إلى سوريا ومن صحيفة تشرين نطالع. نصف نهائي كأس الجمهورية بلا روح. مباراة تشرين وطليعة بلا جمهور والحرارة المرتفعة أرهقت لاعبي الوثبة والنواعير. ليس بعيدا عن سوريا نذهب إلى لبنان ومن صحيفة الأخبار نتابع هذا التقرير عن اختيار الأندية اللبنانية المشاركة بالبطولة العربية الموسم القادم. اختيار ممثلي لبنان في البطولة العربية أمر ملكي يهمش القرار اللبناني. عبد القادر سعد الكاتب في الصحيفة انتقد الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعد أن رضخ لاختيارات الاتحاد العربي لممثلي الكرة اللبنانية في البطولة العربية القادمة. أبرز ما قاله الكاتب نتابعه سويا. فجأة
أصبح الاتحاد العربي لكرة القدم يعتبر نفسه أعلى من الاتحاد الآسيوي للعبة، فالأخير لم يصل إلى مرحلة تسمية ممثلي أي بلد في بطولاته القارية، وهو يكتفي بمراسلة الاتحاد المحلي للعبة طالبا منه تسمية ناد أو اثنين أو أكثر أحيانا للمشاركة في بطولة ما. وغالبا ما يكون الاتحاد المحلي قد وضع معايير لاختيار ممثلي البلد. الاتحاد العربي يبدو أن له نظرته الخاصة في موضوع اختيار الأندية التي تشارك في بطولاته، وهو يسميها وفق كتب أشبه بالفرمانات ترسل إلى اتحادات الدول. فقبل أيام أرسل كتابا إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم سمى فيه ناديي العهد والنجمة للمشاركة في النسخة الثانية من كأس الأندية العربية، دون أن يترك للاتحاد اللبناني مجالا لتنفيذ آلية اختياره للأندية المشاركة في المسابقات الخارجية. نصل بجولتنا الآن إلى صحافة أو إلى صحافة شمال إفريقيا، البداية من المغرب، والحديث مستمر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارة الوداد للقب وتداعيات مشكلة الفار، ونقرأ أبرز عناوين غلاف صحيفة المنتخب الصادرة صباح اليوم. الوداد يتعرض لأكبر سرقة في التاريخ، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي يصرح للصحيفة ويقول: هاتوا برهانكم لأعاقبكم، أنا مثلكم ضحية مؤامرة. وعناوين أخرى عن نفس المباراة تقول: أندى الجريمة في ليلة عظيمة، ومستنقع عرادس يشهد فضيحة القرن. تصريحات أخرى لمسؤولين مغاربة: رشيد الطالب العالمي لن نسكت عن الفضيحة. فوزي لقجع يقول: نواجه أخطبوط فساد كروي كبير. وسعيد الناصري رئيس الوداد: الكاف متواطئ ضدنا. نبقى مع المنتخب المغربية ونقرأ فيها أيضا: حملة توقيعات دولية مساندة للوداد تربك الفيفا. في التفاصيل قالت الصحيفة إن آلاف المغاربة والعرب أطلقوا حملة توقيعات دولية موجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمطالبته بإعادة الحق للوداد البيضاوي الذي تعرض لأكبر فضيحة كروية في تاريخ الكرة الأفريقية على حد وصف الصحيفة. من المغرب نذهب إلى تونس ونقرأ أهم عناوين الرياضة من الصفحة الأولى لصحيفة الشروق. اليوم قمة الكأس بين النجم والإفريقي نهائي قبل الأوان، ومعين الشعباني مدرب الترجي يريد الرباعية التاريخية، وماهر سنوسي يصرح للصحيفة ويقول: الكاف سطت على صلاحيات الحكم أو الحكم في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ختام جولتنا العربية اليوم من الجزائر ونقرأ من صحيفة الشروق: الجزائريون سحبوا تفاؤلهم وأمانيهم في الفوز باللقب القاري، كل مبررات جمال بالماضي لم تقنع أحد وتثير التشاؤم. عنوان آخر بنفس الصفحة يقول: سفيان في جول يكشف، عدة أندية إسبانية تريدني لكنني قررت البقاء في تركيا. جولتنا على الصحافة العالمية نبدأها من إنجلترا، حيث تصدرت عناوين الصحف هناك الاحتفالات بتتويج الريتس بطلا لدوري الأبطال. في هذا الإطار نقرأ في صحيفة سن: 750 ألف من أنصار ليفربول يملؤون شوارع المدينة لتكريم الفائزين بدوري أبطال أوروبا ويورغن كلوب. السن وصفت المشهد بغير المسبوق، وقالت إن آلاف المشجعين جاءوا من خارج ليفربول لينضموا إلى أكثر من نصف مليون آخرين من سكان المدينة في مشهد رائع طغى عليه اللون الأحمر، بينما كانت الحافلة التي تقل اللاعبين تشق طريقها بصعوبة بالغة نظرا لاكتظاظ الشوارع بالمشجعين. من سن إلى ديلي تلغراف، والعنوان هذه المرة يقول: ملكو ليفربول يريدون تمديد عقد كلوب لتمكينه من بناء مجد جديد في أنفيلد. العائلة الأمريكية المالكة للنادي الإنجليزي لديها كل الثقة بالمدرب الألماني وبقدراته على إعادة ليفربول إلى قمة كرة القدم الأوروبية. وبحسب صحيفة سان، فإن عقدا طويل الأمد سيكون مطروحا على الطاولة بعد مباراة السوبر الأوروبي لتمديد للمدرب الألماني الذي ينتهي عقده عام 2023. تتويج ليفربول بدوري الأبطال وتألق لاعبيه سيفتح دون شك شهية كبرى الأندية لخطف نجومه البارزين. في هذا الصدد نقرأ في آس الإسبانية:
ريال مدريد يتابع صلاح. الصحيفة المدريدية رأت أن النجم المصري لم يكن حاسما عندما سئل عن مستقبله بعد انتصار واندا متروبوليتانو، وقال إن ريال مدريد لديه الرغبة في التعاقد معه منذ الموسم الماضي، لكن المبلغ الكبير الذي طلبه ليفربول الصيف الماضي والبالغ 200 مليون دولار حال دون ذلك. آس أكدت أنه بعد رحيل رونالدو والحديث عن مغادرة وشيكا لبيل، يصبح صلاح أحد الحلول الهجومية المطروحة أمام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. نبقى في إسبانيا، إنما ننتقل إلى صحيفة سبورت الكتالونية التي عنونت على صفحتها الأولى تقول: كوتينيو هدف باريس سان جيرمان. الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أكدت اهتمام النادي الباريسي بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الذي لم يندمج مع زملائه في برشلونة بالشكل المطلوب وأمضى أوقات طويلة على دكة البدلاء. صحيفة كتالونية أخرى هي موندو ديبورتيفو تناولت النجم البرازيلي لكن من زاوية أخرى، تابع ماذا كتبت في العنوان: هكذا استثمر ليفربول البطل 145 مليون دولار التي دفعها برشلونة مقابل كوتينيو. الصحيفة الكتالونية قالت: ليس من الحكمة أن تصرف مبالغ طائلة على لاعب واحد قد لا يشكل إضافة للفريق، وما فعله ليفربول بالأموال التي تقاضاها من برشلونة مقابل تخليه عن كوتينيو دليل على ذلك، في إشارة منها إلى أن النادي الإنجليزي استثمر المبلغ الكبير في التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين لعبوا دورا كبيرا مع فريقهم هذا الموسم. الحديث عن الاستثمار الناجح في ليفربول كان حاضرا في الصحف الألمانية، لا سيما زيدوتشي زيتونغ التي نشرت تقريرا تحت العنوان التالي: الكثير من الأموال المستثمرة ذات عائد كبير. الصحيفة الألمانية قالت إن الطريقة التي اتبعها ليفربول في صرف الأموال يجب أن تدرس، ورأت أن المدرب كلوب ومن خلفه إدارة هذا النادي عرفوا كيف يستثمرون الأموال وقاموا بعقد صفقات مدروسة للغاية أثمرت نجاحات في كل المراكز وأدت إلى التتويج بأكبر لقب كروي على صعيد الأندية. واستشهدت الصحيفة بصفقات كل من فان دايك، أليسون، فابينو، كايتا وشاكيري. في إيطاليا يبدو أن هوية المدرب الجديد لليوفي ستحسم خلال ساعات، وفي هذا الإطار نقرأ في صحيفة توتو سبورت: ساري ينتظر توقيع يوفنتوس. الصحيفة المقربة من فريق السيد العجوز أكدت وجود ماوريسيو ساري في الفندق الذي يستخدمه يوفنتوس لاستقبال ضيوفه، وقالت إن الإعلان عن التعاقد مع المدرب الإيطالي سيكون في الأيام القليلة المقبلة، حيث لم يتبقى سوى بعض التفاصيل الصغيرة لإنهاء الاتفاق بين الطرفين. نبقى في إيطاليا لكن هذه المرة مع كوريري ديلو سبورت، والعنوان يقول: ثورة كونتي في الانتر الذي يولد من جديد. الصحيفة الإيطالية ذكرت أن قدوم أنطونيو كونتي على رأس الجهاز الفني لإنتر ميلان سيترافق مع تغييرات كبيرة في محاولة لإعادة النادي إلى سابق عهده، وقالت إن كونتي يشترط التعاقد مع أسماء كبيرة على رأسها باولو ديبالا من يوفنتوس ولوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ساديو ماني نجم ليفربول. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم من جرايد، ملتقانا يتجدد غدا في نفس التوقيت. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.